انطلاق موافقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم 12 من الجيادة المهجنة الأصيلة أثمام لورد في صدارة محاولات للحق سيلكس دريم راشد عوجان لفيخ الخيارين وأوليري في محاولة وينجح في خطف الصدارة خطوة بخطوة المنعطف الأول والثمام لورد في الوصفة محاولات وإعازات من الجهة الخلفية لعسكر أباد ملك سيد مبارك علي مبارك حي النعيم وأرنودولي في محاولة للجهة تتقسم إلى جزئين الكتلة الأولى بقيادة سيلكس دريم والكتلة الثانية بقيادة ساروت في محاولة للحاق الوصفة مع ثمام لورد إعازات من الجهة الداخلية شيزا لايون السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي وعبد العزيز البلوشي ولكن الابتعاد مع زيلكس دريم بشكل جميل وقوي ومحاولات للحاق ولكن الصدارة لا تزال بشكل جميل وقوي ومحاولات وإعازات للحق ولكن بشكل بعيد وصدارة قوية سيلكس دريم راشد عوجان كليفير الخيارين بمسافة بعيدة وصدارة قوية لا محاولة للحق انتصار بداية موسم 22-23 سيلكس دريم مبروك الوصفة للجواد لمجدولين راشد كشاشي لمهندي والترتيب الثالث للجواد رقم 10 الحزم ستروم مبروك And the official results for the first race today, the winner horse number 9, Silk Stream. Shreima Hamid Al-Jahani, ridden by Hugo Besnier. Second place, horse number 5, Le Megalodon. Almas Khalid Rashid Al-Mahanadi, trained by Rashid Al-Jahani, ridden by Alberto Sana. Third place, horse number 10, Al-Hazm Storm. Almas Hamid Al-Mari, ridden by Anas Al-Saibi. Fourth horse number 8, Rockfire, Al-Mashik Mohammed Salman Al-Thani, trained by Jasm Al-Ghazali, ridden by Marco Casamento. And in fifth place, horse number 6, Sarud, Omar Al-Ghaya Racing, trained by Abdullah Saida Belushi, ridden by Yusuf Al-Jahani. المركز الأول سيلكس دريم المالك السيد راشد عوجان الخيارين المدرب حامد جهني بقيادة الخيال هوكو بنيه المركز الثاني لمجدوليون المالك السيد خالد راشد المهندي المدرب راشد جهني والخيال ألبرتو سنة ثالث المراكز رقم 10 الحزم ستورم المالك السيد حمد عبد العزيز